نحن أبلغنا بالأمس من السلطات المصرية بفتح معبر رفح اليوم الثلاثاء في كلا الاتجاهين، وذلك عقب عمل المعبر في اتجاه واحد عقب مغادرة موظفي السلطة الفلسطينية. نحن نأمل بأن يبقى المعبر مفتوح، لأنه معبر رفح ويمثل بوابة قطاع غزة على العالم الخارجي، ولا يوجد أي معبر آخر يغادر منه الناس. نحن لدينا الآن الآلاف من الحالات الإنسانية التي هي بحاجة ماسة للسفر، وحاجة السفر هي حاجة يومية في داخل قطاع غزة. نأمل من السلطات المصرية بأن يكون هذا الفتح هو فتح دائم لمعبر رفح كما كان سابقا. إن شاء الله ربنا بيسهل الأمور وجماعتنا بيصطلحوا مع بعضهم، وبيظل المعبر دائما مفتوح عشان الناس ما تعانيش. في مرضى وفي طلبة وفي ناس عمال وفي ناس موظفين في الخارج وفي ناس تجار وأصحاب أعمال، ومعبر مصر ما بنقدرش احنا قطاع غزة نستغني عنه، لأنه هو المنفذ الوحيد اللي هو بنستطيع أنه نطلع على العالم الخارجي. والله جاي عشان كنتي وولادها مسافرة، عشان إن شاء الله تعالج بنتها لعينيها، وإن شاء الله هيك بنتمنى يلا من الله إن شاء الله تفوت يعني إن شاء الله، واسمهم يطلع ويتسهلوا تعالج هالبنت. بتمنى إن شاء الله يضل المعبر فاتح ويصطلحوا الفصائل مع بعض، حماسة فاتح إن شاء الله كلهم يكونوا يد واحدة عشان الناس اللي بتعاني إذا يتسهل عليهم الأمور، السفر اللي بده يدرس اللي بده يتعالج اللي بده يزور أقاربه يعني. بنتمنى إن شاء الله كل خير يصير.